أكثر من 25 دبلوماسيا وخبيرا اقتصاديا وبيئيا التأموا في مقر المؤسسة الدبلوماسية في مدينة الرباط للاطلاع وتدارس عدد من الأوراش التي تشهدها المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة. ولقاء اليوم في غاية الأهمية لأنه الرئيس ديالو عضو في لجنة النموذج التنموي الجديد والسفراء مشتاقين باش يطرحوا العديد من الأسئلة اللي من خلالها غادي يتعرفوا وغادي يلمسوا الحكامة ديال والتمثيلية الشاملة ديال الأعضاء ديال هذا المجلس اللي كتغطي جميع الجهات. استأثرت القطاعات الاجتماعية بحيز كبير من مساحة النقاش خلال هذا اللقاء كالحماية الاجتماعية في مجال التشغيل، كما توقف المشاركون عند تجربة الحوار الاجتماعي في المغرب. وقدم أحمد رضا الشامي في هذا الصدد عددا من مقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرامية إلى تجويد مخرجات الحوار الاجتماعي. نعتقد أنه بإمكاننا وضع قواعد جديدة للحوار الاجتماعي سواء على مستوى أطراف هذا الحوار، لأنه حاليا يقتصر فقط على الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية واتحاد المشغلين، وهنا نعتقد أنه يمكن إدماج شركاء آخرين. نعتقد أيضا أن هذا الحوار يجب أن يكون جهويا، والأهم بالنسبة لنا مؤسسة الحوار الاجتماعي لأنه يعقد حاليا بشكل مناسباتي وظرفي. أنا سعيدة بالمشاركة في هذا النقاش حول المواضيع التي تطرق لها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ما يهمني شخصيا هو كيف يعمل المغرب على تكريس المساواة في المخططات الاقتصادية والاجتماعية. وثمن المشاركون في هذا اللقاء الأوراش الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة المغربية، واعتبروها أرضية ملائمة لضمان العيش الكريم للمواطن المغربي.